تويوتا إنوفا 2024 الجديدة كليا، سيارة تغيرت بشكل جذري عن الجيل السابق، صارت تجي دفع أمامي وصارت تجي هايبريد وبنزين. خلونا نتعرف على السيارة ونشوف أبرز التغييرات عن الجيل السابق. أنوار السيارة زي ما أنتم شايفين LED، وهذا الليد النهاري يتحول إلى إشارة انعطاف، وعندنا كشاف الضباب LED وأربع حساسات أمامية. وهذا تصميم السيارة الجانبي، صارت السيارة تأخذ من الهايلندر. جنوط السيارة مقاس 17 في فئة الفل و16 في فئة الستاندر. المرايات الجانبية بنفس لون السيارة، فيها إشارات انعطاف، الدخول الذكي من باب السائق والراكب، وعندنا لمسة كروم في مقابض الباب. وهذه خلفية السيارة، الأنوار LED، عندنا أربع حساسات خلفية وكشاف الضباب وكاميرا رؤية خلفية. وهذه مساحة التخزين، والصف الثالث مفتوح ونقدر نقفل الصف الثالث وناخذ مساحة تخزين أكبر، وعندنا إضاءة خلفية هالوجين. وهذه السيارة من الداخل، نبدأ بالصف الثاني، المقاعد قماش، عندنا فئة الفل جاية المقاعد منفصلة في الصف الثاني، وعندنا طاولة وحوامل أكواب، إضاءة محيطية مع فتحات تكييف في الصف الثاني وفي الصف الثالث، وتحكم مستقل في التكييف الخلفي، منفذين USB-C للشحن. وهذه مساحة الجلوس في الصف الثالث، تكفي لشخص بالغ، أنا جلست فيها وأنا طولي 174، عندي طبعا فتحات تكييف خلفية وحوامل أكواب مع منافذ طاقة للشحن. وهذه السيارة من جهة السائق، المقاعد من القماش الفاخر، تحكم يدوي في المقاعد الأمامية، القزاز أوتو، لمسة واحدة طلوع ونزول، سنتر لوك في باب السائق وفي باب الراكب، أنوار طبعا LED بخاصية الأوتو، عندنا هنا التحكم في عدسة النور الخارجي طلوع ونزول. هذه السيارة من الداخل، شاشة الترفيه 8 بوصة تدعم الأبل كاربلاي، وعدد سماعات 6 سماعات، المكيف لمس، الجير CVT، المقبض جاي جلد، وعندي هنا البريك الإلكتروني والأوتو هولد، وثلاثة أوضاع قيادة، وضع الإيكو، وضع العادي، وضع الباور، وعندي هنا وضع الإيفي، تحول السيارة على الوضع الكهربائي، ومانع الانزلاق، منفذين USB-A و USB للشحن، وحوامل أكواب مع إضاءة محيطية. دركسون السيارة جاي ملبس جلد، عندي هنا مثبت السرعة والمود، وعندي في اليسار الأوامر الصوتية والتحكم في الصوتيات، وفي شاشة العداد، عداد السيارة جاي عداد تقليدي، وعندي شاشة 4.2 شاشة معلومات. هذه كانت نظرة سريعة على إنوفا 2024 الجديدة كليا. طبعا السيارة نازلة بفئتين وبمحركين، فئة الجي اللي هي ستاندر محرك بنزين سعرها 123,000، وفئة الهايبريد VIP اللي معانا هنا سعرها 144,900، ويشملها الضمان الممتد على سيارات الهايبريد.